مع العلم هم كانوا يعرفون انا ايش قد متعلق بيكم وايش قد كنت اقدرها لامكم. هاي رنا، اكيد ماما خلتها تتصل. الو، هلا رنا. اي اوكي، هسه راح اجي. ماشي، باي باي. زين بابا، انت مو قلتي لي اسمها ريم؟ ايه، بس هاي رنا اختنا من بابا جمال. بابا جمال هو زوجها الماما. قولي لي، هو وضعه شلونه؟ هو كان مدير مدرسة، بعدين صار عنده ورث وإمكانيته تحسنت. هو ما مقصر ويانا أبدا. أبد ما كنت متوقع فاتن تعوفني وتتزوج. المهم بدي، الوقت تأخر، لازم تروحين هسه. ضايقت؟ لا بابا لا، انت لازم تروحين هسه لان بيتكم مو قريب منا. انت شلون عرفت بيتنا مو قريب؟ لان انا ذاك اليوم لحقتك وندليت البيت، وهسه هم مفكر اروح وياك. شلون رح ترجع؟ سهله بنتي، انا ادبر نفسي. لا تخاف علي. اخاف عليك اكثر من روحي. ما ردك توصلني هسه، أنا راح أجيب تليفون وراح تبقى تطمن علي. زين خلي أوصلك للسيارة. يلا بابا. نور، تأخرتي. أول ما خبرتني رنا إجيت. وينها؟ نامت. بابا جمال؟ بابا جمال هم نام. كنتي يمه؟ نور، نور، مو دا احجي ياك، بس اسمعيني، دا احجي ياك. كنتي يمه؟ اي كنتي يمه. ايش حكيتو؟ سولفتو؟ حكالي كل شيء. يعني مثل شنو؟ أكو شي ثاني ضمت علي. غير إنه هو ما ميت؟ لا، ماكو شي. بس هو حجالي. حجالج؟ حجالج قد هو كان مظلوم وش قد تعذب بالسجن. هو كان بريء ماما. نور، انطيني العنوان مالته. نور، دا اقول لك انطيني العنوان، اريد اروح اشوفه احكي وياه.